بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أستاذ سعيد عبد الفتاح، معلم الكيمياء بشركة آفاق التعليمية. النهاردة بنتكلم عن موضوع جديد من مواضيع الكيمياء، وهو درس الأحماض والقواعد. درس الأحماض والقواعد من الدروس المهمة جدا اللي عندنا، اللي بتتكرر كتير في الاختبار التحصيلي. طبعا هو درس من دروس كيمياء 4، كنا خدنا جزئية منه صغيرة عملنا عليها فيديو قبل كده، اللي هو الرقم الهيدروجيني والرقم الهيدروكسيدي وأيونات الهيدروجين. النهاردة هنعمل فيديو عن من جزئية أكبر وأشمل في الأحماض والقواعد، نظريات الأحماض والقواعد. تعالوا كده نشوف مع بعض. أنا جايب لكم بعض الأسئلة من مذكرة التحصيل الخاصة بشركة آفاق التعليمية، ومن خلال الأسئلة هنقدر يعني ناخد أكبر جزء من هذا الدرس. سؤال عندي رقم 377 بيقول لي: المحاليل الحمضية طعمها مر، ملمسها زلق، لا توصل الكهرباء، توصل الكهرباء. طبعا احنا زي ما احنا عارفين، انا ما بعمل معاكم، احنا بناخد السؤال وبنحاول ناخد كل المعلومات اللي بتدور حوالين هذا السؤال. خواص المحاليل الحمضية، هو السؤال ده عن الخواص. فايه الخواص المحاليل الحمضية؟ اول خاصية، ها، ان طبعا في اللي موجود عندي هنا، بس مش ده مش ترتيب الكتاب. الخاصية الوحيدة الخاصة بالأحماض هنا اللي هي توصل الكهرباء. طب في ايه يا استاذ خواص تانية للمحاليل الحمضية؟ اول خاصية ان هو طعمها حمضي. المحاليل الحمضية طعمها حمضي، زي ايه؟ زي الليمون، زي البرتقال، زي الخل. دي اول خاصية. الخاصية التانية: تحول لون ورق التباع الشمس الازرق الى احمر. الخاصية التالتة: تتفاعل مع كربونات الفلزات وتنتج غاز ثاني أكسيد الكربون. تتفاعل مع كربونات وبيكربونات الفلزات ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. الخاصية الرابعة: تتفاعل مع الفلزات ويتصاعد غاز الهيدروجين. الخاصية اللي بعد كده: توصل التيار الكهربائي. يبقى دي خواص الأحماض، تسجلها عندك وتحفظها كويس، ممكن يجي لك سؤال على أي خاصية منها. طيب برضو لازم يبقى عارفين خواص القواعد، أنا ما أضمنش إيه السؤال اللي يجي لي. خواص القواعد: طعمها مر، ملمسها زلق، توصل الكهرباء. يبقى توصيل الكهرباء هي خاصية مشتركة بين الأحماض وبين القواعد. واضح الكلام؟ طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده: محاليل القواعد تحول لون ورق التباع الشمس. احنا قلنا في الاحماض بتحول لون ورق التباع الشمس الازرق الى احمر. طب القواعد تحول الاحمر الى ازرق، العكس. يبقى محاليل القواعد بتحول لون ورق التباع الشمس الاحمر الى ازرق. طيب السؤال اللي بعد كده: في المحلول الحمضي تركيز ايونات الهيدروجين ايش تركيز ايونات الهيدروكسيد؟ المحلول الحمضي يا اخوان احنا عندنا قلنا اي محلول مائي، اي محلول مائي فيه نوعين من الايونات. النوع الاولاني اللي هو ايونات الاتش موجب، والنوع الثاني ايونات الاو اتش سالب الهيدروكسيد. طيب لو الاتش موجب هي تركيزها الاكبر، يبقى هذا المحلول حمضي. واضح؟ طب لو العكس، طب لو الاو اتش هي الاكبر، يبقى هذا المحلول قاعدي. طيب لو متساويين، يبقى هذا المحلول متعادل. واضح الكلام؟ طيب تعال نشوف السؤال كان بيقول لي ايه تاني. السؤال بيقول لي، امسح بس كده السؤال بيقول لي: في المحلول الحمضي
في المحلول الحمضي تركيز ايونات الهيدروجين الحمضي، يبقى الاتش موجب اللي هو الهيدروجين اكبر من ايونات الهيدروكسيد، اكثر من او اكبر من. واضح الكلام؟ طيب ايون هيدروجين مرتبط مع جزيء ماء بواسطه رابطه تساهميه. تعالى نشوف السؤال ده ونحاول نشرحه. ادي جزيء الميه، جزيء الماء اللي هو ايش؟ اللي هو H2O، لما بيتعد مع ايون هيدروجين H موجب يوم يعطيني ايش؟ يوم يعطيني H2 مع H كمان يبقى H3O. طب انا عندي شحنه موجبه يبقى نحط الشحنه الموجبه الزياده. واضح الكلام؟ طبعا السالب دي مش معانا، دي كانت موجوده من الشريحه اللي قبل كده، يعني هو بالشكل ده كده. طيب ال H3O ده بقى اسمه ايش؟ ال H3O اسمه ايون هيدرونيوم، هيدرونيوم. يبقى ايون الهيدرونيوم بيتكون ازاي؟ نتيجه اتحاد جزيء ميه H2O مع ايون هيدروجين، يقوم يدينا ايون الهيدرونيوم اللي هو ال H3O موجب. يبقى ايون هيدروجين مرتبط مع جزيء ماء بواسطه رابطه تساهميه، الاجابه الهيدرونيوم. طيب السؤال اللي بعد كده، الحمض في نموذج ارهينيوس ماده تحتوي نقط وتتاين منتج ايوناته. في نموذج ارهينيوس قال لي ان الحمض هو ماده بتحتوي على ايون الهيدروجين، ولما بيتاين بيفقد هذا الايون اللي هو ايون الهيدروجين. طب القاعده، هو مش قايلها لي هنا في السؤال بس لازم نكون عارفين، الحمض عنده ايون هيدروجين ده في نموذج ارهينيوس. طب القاعده، لو قال لي القاعده يبقى ايون هيدروكسيد او اتش. الكلام واضح؟ الحمض في نموذج ارهينيوس ماده تحتوي على الهيدروجين. طب القاعده، في نموذج ارهينيوس تحتوي على ايون الهيدروكسيد اللي هو الاو اتش سالب. طيب عندما يمنح الحمض ايون الهيدروجين في المركب الناتج هو ايش؟ دي الكلام ده ينطبق مش على نظريه ارهينيوس بقى، لا على نظريه لوري برونستد، على نظريه لوري برونستد. قال لك الحمض في نظريه برونستد لوري هو ماده عندها القدره على فقد ايون الهيدروجين، ده الحمض. طب لما بيفقد ايون الهيدروجين بيتحول لحاجه اسمها ايه؟ اسمها قاعده مرافقه. واضح؟ يبقى الحمض لما بيفقد هيدروجين يتحول الى قاعده مرافقه. طيب القاعدة في نموذج برونستد لوري، القاعدة مادة بتكتسب ايون هيدروجين، يبقى الحمض بيفقد H والقاعدة بتكتسب H. الحمض بيفقد H ويتحول لقاعدة مرافقة، القاعدة تكتسب H وتتحول لحمض مرافق، العكس. واضح الكلام؟ يعني تعالى برضو ناخد مثال واوضحه لكم هنا. تعالوا كده نشوف مع بعض مثال بسرعة. بيقول لي دلوقتي مثلا انا عندي مثلا وليكن HCl حمض الكلور تحت مع الماء H2O. طيب ده حمض، نظريه برونستد لوري بتقول ان الحمض بيفقد H، فقد ال H خلاص راح ال H يتحول الى Cl سالب، لان ال H موجب وال Cl سالب، راح ال H موجب يطلع لي Cl سالب. طيب زائد ال HCl فقد ال H، طب وين ال H؟ ال H راحت وين؟ تروح للميه ال H2O، تاخد ال H موجب تصير H3O موجب. يبقى ال HCl ده حمض. طب الحمض اتحول الى ايش؟ لما فقد ال H اتحول لقاعده مرافقه. طب ال H2O قاعده. ليه قاعده يا استاذ؟ لان هو اللي اكتسب ال H، احنا قلنا اللي بيفقد H حمض، طب الاتش راح عند الميه يبقى الميه قاعده. طيب الميه القاعده دي اتحولت لمين؟ اتحولت الى H3O، يبقى ال H3O اسمه حمض مرافق. كلام واضح؟ طبعا انت لو فتحت اي بقى ترجع للدرس من الكتاب تلاقي تدريبات كتير، اي كتاب من كتب التحصيل هتلاقي عليه تدريبات كتير،
تجميعات لازم تحل بيدك أسئلة كتير جدا. طيب يبقى عندما يمنح الحمض أيون الهيدروجين فإن المركب الناتج القاعدة المرافقة. الأزواج المترافقة مادتان ترتبطان معا عن طريق منح واستقبال أيون. إيه هو الأيون اللي بيفقد وبيكتسب؟ أيون الهيدروجين. أيون الهيدروجين. طيب جاب لي مثال أهو، القاعدة المرافقة لحمض الناتريك HNO3 هي أيون. ها القاعدة المرافقة لحمض الناتريك، أنا عندي HNO3 حمض الناتريك. طيب تعالى نوضح، ادي حمض الناتريك HNO3، هو قال لي ان ده حمض. طيب الحمض بيفقد ولا بيكتسب؟ بيفقد H. طب لما هيفقد H يصير NO3 بس كده خلاص؟ لا، مش هو كان معاه H موجب، راحت ال H موجب، لما وخر الموجب يظهر لي اشارة سالبة على طول، يبقى يصير NO3. يبقى ده حمض، يبقى دي قاعدة مرافقة، يبقى القاعدة المرافقة NO3 سالب. احفظها معايا عشان هنختارها من الإجابات دلوقتي، NO3 سالب. اهو NO3 سالب. السؤال اللي بعد كده، اذا كان الOH موجب، الOH سالب اكبر من الH موجب، ها شرحناها دي في الاول، احنا قلنا لو الH موجب اكبر يبقى المحلول حمضي، طب لو الOH الاكبر يبقى المحلول قاعدي. طيب الرقم الهيدروجيني والرقم الهيدروكسيدي و300، كل الاسئله دي احنا عملنا عليها فيديو خاص بيها لحد 89، اسمه الرقم الهيدروجيني والرقم الهيدروكسيدي، ارجعوا له في قناه افاق التعليميه على اليوتيوب هتلاقوه موجود. طيب طريقه لتحديد تركيب محلول ما بتفاعل حجم معلوم منه مع محلول معلوم التركيز، دي اسمها المعايره، ده تعريف المعايره. اصباغ كيميائيه تتاثر الوانها بالمحاليل الحمضيه والقاعديه، زي ورقه تبع الشمس كده، احطها في الحمض لونها يتغير، احطها في القاعده لونها يتغير، ده اسمها الكواشف، دي اسمها الكواشف. محلول يقاوم التغير في pH اسمه المحلول المنظم، المحلول المنظم. بكده يبقى احنا قدرنا نجمع كل الاسئله اللي ممكن تجي لك في باب الاحماض والقواعد. ان شاء الله مفيش حاجه تطلع من الكلام اللي احنا قلناه ده، بس الشرط ان انت تذاكر الكلام وتحاول تحل اسئله على قد ما تقدر، سواء من كتب خارجية أو من مذكرة أو من التجميعات. وإن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح، وعلى موعد إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله، وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.